اليوم موجودين بمنطقة دهور شوير بالتحديد بالبوا دو بولون، وعم نقوم بأول مرحلة من ورشة التدريب تبع دوكماد. هي ورشة تدريب للمنتجين. قررنا أنه ما تصير ببيروت، هيدي المرحلة الأولى. قررنا أنه نكون بمطرح بعيد عن المدينة ليكون في كل المستلزمات لأنه المشتركين يكونوا بمطرح مرتاحين ورايقين ويركزوا بس على شغلهم. هيدي المرحلة الأولى هي مخصصة للكتابة. إجينا تقريباً 50 مشروع، تم اختيار 10 من بلدان عربية مختلفة على المتوسط، المغرب وسوريا ولبنان ومصر وفلسطين والأردن. بس عرفنا في 10 لبنانية وعشرة ايه لا عندك لا ما من بين ماريتي. برافو عن جد كتير حظ. طلعي على التالت، طلعي على التالت. بعد مرة بتقاطعينا حكيبك على بالكم وبصوريك ومنعمل ستاند اب. ايه لا لا خليني اقلك. هو في عنا مجموعتين، عنا المجموعة الأولى يلي هي إذا بدنا نقول الانترناسيونال مثل ما عم نسميها، في بيناتها لبنانية وفي بيناتها عرب. هن هول ناس أكثر احترافاً خلينا نقول، عائجوا منتجين ومخرجين. يعني في عنا 10 مشاريع، في على 7 مشاريع منتج ومخرج، في على 3 مشاريع المنتج هو نفسه المخرج. أوكي. هلا عنا هودي عم بيشتغلوا مع حدا عم بيشرف عليهم يلي هي المنتجة والمخرجة السورية هالة العبدالله، وفي معهم كمان المنتج الفرنسي جاك بيدو، وعم بيشتغلوا على مشاريع بنتأمل انه من هون لسنة تبلش تشوف النور. اما المجموعة الاخرى المحلية يلي هن كلهم لبنانية، هن ناس مشاريعهم بعد بدها شغل، عم نقوم بتحضيرهم من هلأ لممكن يكونوا مشاريعهم محتمل انهم يتنقوا للسنة الجاية. أوكي. واضح؟ أوكي. السنة الجاية كم واحد حيكون فيه؟ هي بتعرفي دوكماد هو ممول من الاتحاد الأوروبي دومين أوديوفيزيوال 3، ممول على 3 سنين متتاليين. فكل سنة رح بيكون في عنا 10 بـ10، 10 محليين و10 من لبنان والعالم العربي على 3 سنين. رح نحضنهم بالسنة، يعني إذا عم نحكي في عنا 10 عم نحضرهم، في 10 موجودين جايين مع مشاريع. هن ناس مش مبتدئين، صاروا عاملين كتير مشاريع قبل، جايين اليوم بمشروع جديد. نحنا رح منقدم لهم بقدر المستطاع كل شيء ممكن انه يتقدم لواحد عم يعمل فيمو ليقدر يلاقي انتاج. يعني اليوم رح بتشوفي رح بيكون في عنا ممثلين عن صناديق دعم، يعني عنا بول بابوجيان رح بيكون ممثل لسكرين انستيتيوت يلي هو صندوق دعم للأفلام الوثائقية، رح بيكون في عنا ممثل من أفاق يلي هو صندوق الدعم العربي، رح بيكون في عنا حدا من ملتقى دبي السينمائي يلي هي جين ويليامز. بتعرفي دبي هو مهرجان في عنده سوق وبيحضن المخرجين العرب يلي في عندهم مشاريع، يعني عم بتسهلوا لهم الطريق، عم بتخلوهم يتعرفوا على هالاشخاص يلي ممكن يمولوا لهم مشاريعهم وبنفس الوقت يحضنون ويكملوا لهم المشروع تيوصل للاخر ويصير فيلم. مزبوط. يعني عنا كل التمويل يلي جاي عم نحطه بتصرفهم، عم نجيب لهم ناس، عم نعرفهم على ناس. كمان خلال هيدا السنة رح بشاركوا بمهرجانات فيها أسواق، يعني رح يروحوا على مهرجانات بأوروبا وبالعالم العربي لقدر المستطاع يقدروا يجربوا حظهم بأنهم يلاقوا تمويل لمشاريعهم. كل هيدا انتو كل هيدا الشيء ممول من قبل دوكماد، من قبل دوكماد كل شيء. دوكماد بمول لأنه دوكماد هو ممول من الاتحاد الأوروبي. شكرا لك زينب. يا هلا.